حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاءك بي إلى الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمك يا نفسي لا تقنطي من ذلة عظمى إن الكبائر لغمق فينا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم خلق العالم وسماه محمدا أرسل به آدم عليه السلام افتخر بكونه والدا استغاث به نوح عليه السلام فندى من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدة ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح تلوغ في دمرت بها المؤتمنة وأمنت به من المخائف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات فلما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الغنى بشرت في شعبان بنير المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت في المطهر من الدنس والخنى وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالوقت بغاية ابن أخرات الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشري بصاحب الأنوار والمقال والسنة وأتاها في ذي الحجة موسى الكريم عليه السلام وأعلمها برطبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءه في اللسنة وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد لنا وصفت الملائكة منزلها في سفر القعدة وكأن موعد السرور فبصر ودنا فلما هل ربيع النور وطلعت الارض والسماء واشرقت البيت والصفا ثم لما جاءت في الولاده وخرج من رسول السعاده وجد بامنه رضي الله عنها حمد الولاده سبحان بروج صمت السعاده لالئ وشك نورا الله ونشرت له في الكون على امر الله واذا بالضرائر النبي لقد صرت من الخواف مهل بجناحيه على بطن امنه رضي الله عنها مسرعا فضرب المخاض ليله الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاءك بي الى الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا
عظيما إن الكبائر. وروي أن صلى الله عليه وسلم نور الله أضاء له كسور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لينظر ولدي فلم أره ثم وجدته بالمخدي وهو مكهول مدهول مقتول ملفوف بثوب من الثوب الأبيض الينام الحرير يكوه الطيب من جنابه. فجعلت أنظر إليه وإذا مناديه ينادي يخفو عن عين الناس. قالت وما كان غيبته ونوره إلا كلمه للبشر. ولما كنت متهجرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا عليه كأن وجوه مطمار في يدي أحدهم بريق من جلة كما لا أخذت من الزبرجد الأخضر وفي يد ثالث هريرة بيضاء متبية ونشرها وإذا هي خاتم يهير عين الناظرين من شدة نوره. حمل ابن وناوله لصاحب الكسب وأنا أنظر إليه وغسله وغسله من ذلك الماء علت بالعبريق سبح مرات. ثم قال صاحب اخدم بين صاحبه اخدم بين خطبيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمرة تلك الليلة تنار فارشة بعد الضرام ولم تكن خمرت قبل ذلك بألف أيام. نرتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرافة وغالت بحيرة ساوت وأسبحت وأسنام الدنيا كلها منفوسة ورميت الشياطين من السماء بشهب ثواقب وانبرج سبها الحق وبتل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفر من قريش كانوا من صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينهرون فيه الجزورة ويأكلون ويشربون وقد أقفوا عليه يخرون ويلعبون. فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا من ذلك عليه وردوه إلى أهله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم. فلما رعوا ذلك حبنهم وظلموا وتعلموا ما شبه الليل الذي كانوا فيه معتما. فقال عثمان بن هويث ما له قد اقصر التنكس إن هذا لأمر هلس وأنشد وقلبه يسلى بالنار. أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب تنكست مقلوبا فما ذاك قل لنا تحيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يأزو بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبره مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إن جاز وعدي وسحب المدام قذرت على خدي وإذا بالباب يترق والذمي يقول افتى فقد دار صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارهة قد كان عندي. قال ففتحت له الباب فدخله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له ما شأنك؟ قال رأيت الليلة رجل الأحسن ولطيب الرأية عظيم الهيبة ذات الهاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشافه من المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رأيته فأردت أن أقبل يدي. قال أتقبل يدي وأنت على غير دي؟ فقلت من أنت الذي من الله عليه بك؟
قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين، أنا سيد الأولين والآخرين، أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت ما علامة ذلك؟ قال أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب طرق وقائل يقول إن كنت أنت أغيت يوما باللقاء زال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين، وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فما ترجل في الوقت في الغد ماتت ابنته وكل مثال ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم
أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن ترفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا ثم الناقر وداء القوام والذي قاطر لك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وأنشفنا من الداء كفرك والوباء آمين وحتى جبنا